ننتقل لخبر تاني متعلق بالإنتاج في بلدنا بقدرة 900 ألف طن. إنشاء أكبر مصنع للسكر في العالم. ده فين؟ في إيطاليا؟ في النمسا؟ في أمريكا؟ فين طيب؟ في روسيا؟ اختاروا انتوا. في الأرجنتين؟ في البرازيل؟ المصنع بيتعمل عندنا. بيتعمل فين يا عم يوسف؟ في المنيا. في ألمانيا؟ لا، في المنيا، المنيا بتاعتنا احنا، بتاعت مصر، بيتعمل فيها أكبر مصنع في العالم لإنتاج السكر. معانا سيد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. ده فعلا أكبر مصنع في العالم؟ طبعا هو طبعا اكبر مصنع في العالم، والحقيقه اهتمام الدوله المصريه بالتوسع في زراعه البنجر كانت واضحه جدا خلال الفتره الاخيره. طبعا ده واحد من السلع الاستراتيجيه لانه بيوفر السكر، وده له احتياج كبير عندنا في مصر. طبعا ده الى جانب اهتمام الدوله بالتوسع في زراعه قصب السكر كمان، ان احنا نعظم انتاجيته، نعظم انتاجيه وحده الارض منه. طبعا ده كان بيجي في اطار خطه الدوله الطموحه لان احنا نزرع 1.5 مليون فدان جديد على مراحل. السيد الرئيس اطلق هذه المبادره وكافه اجهزة الدوله بتعمل على تحقيقها. بنشوف التوسع الراسي والتوسع الافقي اللي بيحدث في الرقعه الزراعيه، بنشوف التوسعات اللي بتحصل في منطقه سيناء، منطقه جنوب الوادي، غرب المنيا. منطقه المنيا الحقيقه بتشهد طفره كبيره جدا في الانتاج الزراعي، توشكا، المغرى، عدد كبير جدا من المناطق اللي بيتم التوسع فيها. طبعا محصول البنجر لما بنبدا نروح لمناطق الصحراء، والحياه كان في تجربه كانت قامت بها وزاره الزراعه ونجحت بشكل كبير، دي ادت فرصه للاستثمار انه يخش كمان في هذه المنطقه الجديده. طبعا التوسع في هذه المنطقه يدي فرصه لمحاصيل اخرى انها تبدا تتزرع في المناطق بتاعه وادي النيل، وبالتالي دي كمان تعظم من الانتاج بتاعنا. وكل ده بياتي في اطار رؤيه للدوله المصريه لتحقيق توسع افقي وتوسع راسي. راسي ده اللي هو ان احنا نعظم انتاجيه وحده الارض طبعا، وان احنا نحصل على افضل انتاج من كل قطره، من كل قطعه ارض ومن كل قطره ميه. طب ده كويس قوي. طب انا عايز افهم المصنع لما يبقى بهذا الحجم او بالطاقه الانتاجيه اللي زي ما انا فاهم من حضرتك او زي ما هو مكتوب حتى 900 ألف طن، انا هنا بقى مش ببص بس على مصنع لانه يدي اكتفاء للسوق المحلي، على ما يبدو الحجم ده كمان هيبقى فيه سكر للتصدير ولا ايه؟ طبعا احنا الاولى بالنسبه لنا هو تحقيق الاكتفاء المحلي وما يفيد بنبدا نصدره للخارج. طبعا احنا بنتكلم على 181,000 فدان بيتم زراعتهم علشان على محصول البنجر. ده يدي فرصه لان يكون في انتاج يكفي المصنع بطاقته الكبيره دي. كمان هذا المصنع الحقيقه يعني يوفر السوق المحلي ويبدا نصدر بعد كده ما يفيد للخارج، فبالتالي ده يفتح افاق تصديريه جديده، خصوصا ان احنا عندنا الحقيقه الصادرات الزراعيه المصريه والمنتجات الزراعيه المصريه بتغزو العالم بشكل كبير. وطبعا في تنسيق كامل بيحدث مع وزاره التموين لتلبيه الاحتياجات الخاصه بالمواطنين. وطبعا بنشوف قد ايه في تناغم في اجهزه الدوله في التعامل، وشفنا ده خلال حتى جائحه كورونا نتيجه جهود الدوله. ما حسيناش باي نقص خالص، على الرغم ان في دول تاثرت بشكل كبير جدا، انما احنا ما حسيناش باي نقص خالص لاي سلعه ولا اي منتج غذائي في مصر. كمان الحقيقه كان عندنا فائض وقدرنا نصدر وقدرنا نحصل على مراتب عليا في التصدير لعدد كبير من الحاصلات الزراعيه، ورغم ذلك لم تتاثر السوق المحليه باي شيء من هذه الجائحه، والحمد لله الامور مستقره. وده نتيجه الجهود، وطبعا ده واحد من هذه الجهود ان يبقى عندنا مصنع بحجم والطاقة الكبيرة دي، وعندنا مساحات كبيرة يتم زراعتها على محاصيل من المحاصيل الاستراتيجية ومحصول من المحاصيل الاستراتيجية في الدولة المصرية. متوقع أنه يتم الانتهاء من المصنع ده وبداية التشغيل إمتى يا فندم؟ هو العمل دلوقتي بيسير بخطوات متسارعة، يعني إذا استمرت الأمور على هذا النحو إن شاء الله يعني خلال عام أعتقد تكون الأمور اكتملت بشكل كبير، لكن في اجتهاد وفي محاوله لتكثيف الوقت قدر الامكان. وطبعا احنا عندنا الحقيقه في مزرعه نموذجيه احنا كنا عاملينها في منطقه غرب المنيا، وبدانا نطبق فيها احدث الاساليب واحدث السبل المزرعيه علشان نفتح للمستثمرين افاق جديده ان هم يقدروا يستثمروا فيها. ان شاء الله تكون
دي بادرة خير لمنطقة غرب المنيا. الحقيقة المساحة اللي فيها مساحة كبيرة، وإن شاء الله بيتم فيها مزيد من التوسعات مستقبلية إن شاء الله. أنا بشكرك جدا 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 أستاذ محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، خبر جيد وإيجابي ورائع ويفتح النفس أكتر يعني على الدنيا، يفتح النفس أكتر على إنك أنت تشوف مصر قاعدة بتزيد من حلاوتها. هي مصر فعلا جميلة وحلوة ورائعة مفيش خلاف، لكن لما بتلاقيها بتجري لقدام، بتتبني كويس، بتعلى، بتكبر في نظرنا أكتر، بتكبر في نظر غير المصريين أكبر وأكبر، لما بيشوفوا حجم الإنجاز اللي بيتعمل وحجم السرعة بتحس إن مصر قاعدة عمالة بتحلو. ويمكن ولما كنت بسأل دلوقتي أستاذ محمد القرش على مسألة هو المصنع هيخلص إمتى، فقال لي سنة. إحنا طبعا زمان قوي ما كناش نسمع إن في مشروع بيخلص قبل 5 سنين، ده انخلص يعني، كان يتقال لك كده الخطة الخمسية اللي جاية، وكانت عمرها ما بتيجي الخطة الخمسية دي، ولو اتعمل فيها حاجة هتلاقي كده ايه مصنعين اي كلام او على القد او في النص نص، وبطاقات انتاجية تعبانة وحاجات زي كده، وكانت الامور بتتعمل يعني ضرر للرماد في العيون زي ما بيتقال. لكن على ما يبدو لو تاخد بالك هو كل حاجة في مصر حدها الاقصى في التنفيذ خد بالك بيبقى 3 سنين. يعني لما جه فخامة الرئيس واتكلم على مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة، فحط لها تايم فريم، اطار زمني 3 سنين. في حاجات بالمناسبه محطوط لها اطار زمني سنه ونص، مشروعات تانية في حاجات محطوط لها اطار زمني سنه، ما بقتش بسمع اي حاجه تزيد عن ال3 سنين. انت متخيل يعني ايه في 3 سنين هتشقلب مصر؟ انت متخيل يعني ايه في 3 سنين 59 مليون مصري حياتهم هتتغير جمله وتفصيلا الى الأفضل بكتير؟ ربنا يدلنا ويدي لحضراتكم طولة العمر. بعد 3 سنين هتشوفوا فعلا حاجات تانية خالص، مش بقى على مستوى المدن والمناطق الحضرية، لأ، وفرفنا